هلا شباب، اليوم عندنا لقاء مطول حسب ما قال كابتن عادل ويا قناة اليوم. هسه بدنا نتجمع، اللي يجي بسنتين، اللي يجي بثلاثة، اللي يجي بثلاثة ونص. خليكم وياي. منتظر مكانك، مو خالي، منتظر. اكو واحد اخذ مكانك، هذا مفروض يقولك مكانك خالي وما يسوون هاي الحركة، يخونوك. سوا عصر سوا عليه سوا عليه. ايوه، بقى يشوف